الكلام من فضة فإن السكوت من ذهب. واحنا سكتنا والهدف الرابع شيء، الهدف الرابع شيء من أدريانو. قلنا ليلة القبض على الكرة الأرجنتينية، ليلة القبض على الكرة الأرجنتينية. الألبي سيليستي 4-0 4-0 وما زلنا نقولوا جاي الهدف الخامس. أكدناها في مرة أولى وثانية، ثبتناها في مرة ثالثة ورابعة، ونعيد تأكيدها في المرة الخامسة إن شاء الله. الأجواء البرازيلية بالجلد اللطيف، بالجلد الخشن، بكل المواصفات، بكل الأرقام، اليوم حقيقة الميدان. سيسينو في التوزيع، أدريانو في التثبيت الرأسي، وباي باي رونالدو بكل تأكيد. أكيد وأنه الكرة البرازيلية من ريو جانيريو بايا ساو باولو، لكل الأصقاع البرازيلية، لكل مشجعي الأصفر الأزرق، نقول لهم هنيئ لكم بهذا المنتخب الكبير، بصاحب البطولة العالمية، حامل اللقب للمرة الرابعة، يضرب في شباك المنتخب الأرجنتيني. أكيد مثل ما تهز الأفراح كل المدن البرازيلية انطلاقا من بايا، مرورا في ريو.